وللحديث أكثر عن شبكة الإعلام الحكومي وتخادم الأحزاب في ظل الافتقار للمهنية الذي يضرب الشبكة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. حياكم الله أستاذ معاذ. حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا بك أستاذ معاذ. يعني برأيك لماذا هذا الإصرار من قبل إطار الميليشيات على إحكام قبضته على شبكة الإعلام الحكومي بأي ثمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من المهم أن نتذكر جميعا ما شخصته هيئة علماء المسلمين من أن المرحلة الحالية في العراق، هذه المرحلة التي تم فيها تسليم حزب الدعوة رئاسة الوزراء من بوابة الإطار التنسيقي، هي مرحلة إيرانية خالصة بعدما سمحت واشنطن لشركتها طهران بملء الفراغ في مساحة أكثر سعة من قبل. والقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين استشرف في تقريره الدوري الثامن الذي صدر مؤخرا حصول ما هو أكثر من مجرد ما أجرته طهران مؤخرا بفتح مكتب مثلا لوزارة النفط أو فروعا لجامعات بهدف الترويج الثقافي لمشروع الثورة الإيرانية أو ما إلى ذلك. لذلك فإن سعي ميليشيات الإطار التنسيقي وأحزابه والتي هي معروفة بالضرورة أنها أدوات المشروع الإيراني في هذه المرحلة، سعيها إلى فرض خطوتها الكلية على شبكة الإعلام خطوة في الطريق. هذا الطريق الذي تصاغ فيه أطر ومحددات المرحلة الحالية والمقبلة من مراحل العملية السياسية. وكما هو معلوم كأن الاستحواذ على منابر الإعلام ومنصاته وقنواته والتحكم بها وإعادة فرض سطوة الرأي الواحد الذي يجرم مخالفه فضلا عن مناهضه هو منهج العملية السياسية والنظام القائم في العراق اليوم. وإذا أردنا أن نرصد المتغيرات التي هي بارزة وبادية في المشهد العراقي وتطوراتها، نجد أن هذا السعي نحو فرض مركزية تعسفية على شبكة الإعلام يأتي بالتوازي مع السعي لإقرار ما يسمونه قانون جرائم المعلوماتية الذي يراد له أن يكون غطاء قانونيا لقمع حرية التعبير وتقويض حرية الصحافة وحرمان الباحثين عن الحقيقة من الوصول إليها وما شابه ذلك، تماما مثل ما يحصل مع قانون مكافحة الإرهاب على سبيل المثال الذي توظفه السلطات لترتكب في ظله جرائم ضد الإنسانية بثوب طائفي. فإذا ما يحصل من محاولات الاستحواذ على شبكة الإعلام على الرغم مما فيها من علات ومآخذ وقوانين وإجراءات وفساد منقطع النظير، لا تبقي لها من العمل الإعلامي والصحفي المعتبر إلا الاسم فقط، هو باب من أبواب إشاعة الإرهاب الحكومي بهدف فرض المزيد من السيطرة على ثقافة ومفاهيم وأفكار المجتمع العراقي. نعم، يعني هنا السؤال أستاذ معاذ، هل كان الخطاب الإعلامي لشبكة الإعلام الحكومية أقرب لمعاناة المجتمع العراقي أم كان مروجا للسلطة وأحزابها في ظل وجود نظام يزعم أهله أنه ديمقراطي؟ اسمح لي في هذه الجزئية أن أخذ بعض الوقت قبل الخوض في تقييم الخطاب الإعلامي لهذه الشبكة. لابد أن تعاد إلى ذهن المشاهد الكريم أو المتابع للشأن العراقي بشكل عام حقيقة هي في الأصل معلومة ولكنها قد تغيب تحت العديد من الذرائع، وهي أن العراق في حالة احتلال. هذا الاحتلال بدأ بحملة عسكرية ومر بمشروع سياسي له امتداداته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهو قائم اليوم على نمط مزدوج تتلاعب الإرادات الدولية والإقليمية في ساحته كما تريد وعلى ضوء ما تقتضيه مصالحها. في كل مرحلة مما سبق يتحرك الاحتلال وفق منهجية تقوم على ثلاثة ركائز هي أولا الجانب الأمني والعسكري والمشروع السياسي أي العملية السياسية بمخرجاتها من حكومات متعاقبة وقوانين ودستور وما إلى ذلك. والركيزة الثالثة منظومة الإعلام بأهدافها ومقاصدها التي ليس لها من أضواء تسلطها إلا على ما يخدم مشروع الاحتلال ويحقق أهدافه. وأي محاولة لتجريد مصطلح الاحتلال من هذه المتلازمات الثلاث توقع الرافض والمحلل للمشهد العراقي في خطأ التصور والتشخيص وبالتالي خطأ الحكم والتقييم. منذ تأسيس شبكة الإعلام وحتى ساعتنا هذه لم تخرج ما تسمى شبكة الإعلام العراقي عن منهجية الاحتلال، ولم تطرح من خطاب أو برامج أو رؤى إلا بما يساير العملية السياسية ويحقق أهدافها. فهي إذن
شبكة موجهة أحادية المنهج والفكرة، لا تتسم بالموضوعية ولا تحظى بالمهنية، ثم إنها مجرد أداة تفتقر للأصول وضوابط العمل الإعلامي النزيه، من حيث اعتمادها سياسة حرف البوصلة وتشويه الحقائق ومغالطة المفاهيم والعبث بالمصطلحات. وحتى تتضح الصورة أكثر، أضرب لك مثالا واحدا. هذه الشبكة ومنابرها التي تسمي مقاومة الاحتلال إرهابا وتصف إرهاب الميليشيات بالمقاومة لا تفعل ذلك عبثا، بل بمقصد صناعة أزمة ثقافية وفكرية وأخلاقية من خلال تجهيل المتلقي وصب الزيت على نار الفوضى الناجمة عن هذا الكم الهائل من الخلط والمغالطات والأكاذيب. وحتى مصطلح الديمقراطية التي تروج لها ليس لمعناها الحقيقي نصيب في أجندات هذه الشبكة وسياساتها، بغض النظر عن رؤيتنا لهذا المصطلح وما يقتضي. لذلك كله لم تكن شبكة الإعلام يوما في جانب العراقي بلدا وشعبا وتاريخا وحاضرا ومستقبلا، بل هي واجهة من واجهات عدوه الذي لا يريد له إلا السوء والشر. طيب، هذه الحملة التي يقوم بها الآن الإطار التنسيقي ضد إدارة شبكة الإعلام الحكومي والكيل لها بمختلف الاتهامات، عند أي نقطة ستنتهي برأيك؟ رغم أن شبكة الإعلام هذه لا تخرج عن إطار العملية السياسية، فإنها تدخل في دائرة الصراع بين القوى والكتل التي من فكر تتشاكس ويزيح بعضها بعضا منذ عقدين من الزمن. شأنها شأن بقية المؤسسات أو الوزارات التي تخضع للمحافظة وما يطلقون عليه التوافق السياسي، رغم أنه من أكثر المصطلحات كذبا في الساحة العراقية، حيث لا توافق بين شركاء متشاكسين، يركض كل طرف منهم نحو مصالح ومكاسب آنية يريد الظفر بها قبل شريكه، لأنه يعرف جيدا أنهم جميعا طارئون. اليوم حزب الدعوة الإقصائي المتطرف الذي عاد ليدير دفة العملية السياسية من واجهة الإطار التنسيقي وميليشياته، يسعى جاهدا لقطع أشواط المرحلة الحالية في مدة زمنية يريدها أن تكون وجيزة من منظوره. ولذلك فإن حراسه الحالي منصب نحو إتمام الاستحواذ والإحاطة بكل شيء، وفي مقدمة ذلك السيطرة المطلقة على الإعلام ووسائله لتكون ناطقة بلسانه ومعبرة عن فكره. والأمر هذا لا يقف عند شبكة الإعلام فقط، بل يتعدى إلى مكاتب الوكالات والصحف الإخبارية العالمية والعربية ومكاتب القنوات الفضائية، بحيث لا يخرج تقرير أو خبر أو صورة إلا بما يخدم العملية السياسية، وتمنع هذه المكاتب من تغطية أي نشاط حقيقي مناهض للسلطات، وإلا أغلقت ومنعت بالقوة من العمل. إلى هذا المستوى يهدف حزب الدعوة في هذه المرحلة، لأن سياسته متطابقة مع المنهج الفرعوني القائم على مبدأ لا أريكم إلا ما أرى. نعم، إذا ما توجت حملة الميليشيات بإحكام قبضتها على شبكة الإعلام الحكومي كما هو واضح، هل تكون الدولة العميقة التي أصبحت دولة ظاهرة بعد وصول السودان إلى رئاسة الحكومة، هل تكون قد أحكمت قبضتها على كل مفاصل الدولة في العراق؟ الحقيقة من بعد احتلال العراق في 2003 لم يعد هناك اعتبار لمنطوق مصطلح الدولة، بل أصبح مفهوما مجردا عن حقيقته وملوثا بمعاني لا تعبر عن أسس الدولة ولا عن محدداتها وأنماطها. فالنظام السياسي القائم في بغداد مجرد مجموعة من الأحزاب والعصابات والميليشيات الإرهابية التي وظفها صناع هذا النظام لتؤدي دورا تتحكم فيه بمصير العراق وشعبه. وبذلك أخذ شكل الدولة في ظل الاحتلال بشكل عام نمطا مشوها وقالبا معوجا، ليس باستطاعته أصلا أن يؤسس لدولة عميقة بمعناها المتصور في الذهن. أما ما يجري في المشهد العراقي عامة، وفي توجه ميليشيات الإطار التنسيقي وحكومة الاحتلال التاسعة لإحكام القبضة على شبكة الإعلام، فهو ليس بخارج عن النمط المعتاد في العملية السياسية التي اقتضت مرحلتها الحالية أن يعطى لفئة منها الدور الأكبر ويمنح مجالا أوسع للتحكم. وكما أشرنا منذ حين إلى أن العملية إن المرحلة الحالية هي مرحلة إيرانية بامتياز بضوء أمريكي أخضر، فإن كل حراك داخل المشهد السياسي متحكم به بواسطة القوى التي صنعت هذا النظام وما زالت تسيره. ولما كانت هذه المرحلة تقتضي ذلك، فإن فكرة السيطرة التامة على شبكة الإعلام مطلب إيراني
لا يجد حزب الدعوة ولا إطار التنسيقي إلا تلبيته والركض عليه النحو تحقيقه. نعم، إذن مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، كنت ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.